بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنكمل بقيه الشرح بتاع الريفت. ان شاء الله النهارده هناخد البيم وهناخد السلابس وهناخد الفاونديشن. ان شاء الله ان شاء الله النهارده تبقى محاضره قويه شويه، الناس تركز معايا ان شاء الله، وان شاء الله هسيب برضو الناس تطبق عشان نطلع باستفاده كويسه. وانا كمان دلوقتي عشان الناس اللي نراجع سوا واللي احنا والناس تبقى متابعه معانا، فانا هعيد دلوقتي على طول، هشتغل على طول ان شاء الله من الاول. هو الميعاد ما اتغيرش ولا حاجه، فانا للاسف انا كنت تعبان الفتره اللي فاتت، كان عندي شويه برد بس، فاخر المحاضره بتاعت يوم الاحد، ويمكن صوتي شويه معلش مش هيبقى واضح قوي، في شويه تعب كده، بس ان شاء الله خير يعني نكمل ان شاء الله. الله يسلمك يا شباب. فان شاء الله انا هبدا دلوقتي ان شاء الله اعيد كده على طول اللي احنا خدناه من الاول عشان الناس تبقى واخده بالها معايا، وان شاء الله نكمل النهارده، وان شاء الله المره الجايه النهارده ان شاء الله هنكون خلصنا المودرنج، وان شاء الله هنبدا المره الجايه نعمل مشروع كامل على بعضه. والمشروع ده زي ما كنت اتفقت مع الباشمهندس هيثم، ده بتاع مشروع ان شاء الله هنبداه، وانا هشتغله كاستراكشر، وفي زميل ليا هيشتغله كام اي بي، وزميل ليا هيشتغله كاركتكتشر، وبعد كده ان شاء الله هيبقى في محاضرات في نهايه البروجرام بتاع البي اي ام، هيكون في النفس ورك ان شاء الله يطلع الكلاش، وده ان شاء الله ده ربنا يكرم ان شاء الله، واكون بعد ما نخلص ليفت اركتكتشر وليفت ام اي بي هرجع تاني في الاخر يكون كل زمايلي اشتغلوا على الام اي بي واشتغلوا على الاركتكتشر، هرجع تاني انا هشرح النيكس وورك ان شاء الله، ونطلع الكلاش ونطلع الكلاش ما بين الاقسام وبعضها، ونطلع الروبوت بين الاقسام وبعضها، وزي ما اتفقت مع الباشمهندس هيثم ان شاء الله ده هيتم في الاخر ان شاء الله. والباشمهندس هيثم كمان قال ان في كمان في حد هيشرح 5 دي، فان شاء الله كده الدنيا كلها تكون كملت لغايه ال 6 دي معاكم، ودي حاجه نادره ان انتوا تلاقوها فعلا، يعني ان تاخدوا البروجرام دي كلها على بعض يعني. يعني بارك الله للناس اللي قايمين على العمل ده فعلا يعني، لانه خير بيفيد الناس كلها ان شاء الله. ان شاء الله دلوقتي انا هبدا على طول معاكم، هرسم جريد وهرسم ليفل وهرسم جريد واحط عليها العمدان واحط عليها الوول زي ما احنا اتفقنا المره اللي فاتت، بس طبعا مش هخوض في طبعا في ديتيلز، بس انا يعني اوفر فيو كده بسرعه على اللي احنا خدناه كله عشان نبدا في الجديد ان شاء الله. وزي ما قلت لكم طالما الناس بدات تعرف الريفيت والسيستم بتاعه، فالدنيا ان شاء الله هنلاقيها سهله، لان هو كله حاجه واحده ان شاء الله، والدنيا تبقى ماشيه مظبوط ان شاء الله. هبدا دلوقتي على طول، والناس تكون معايا بقى فاتحه البرنامج عشان نقدر نكمل على طول مع بعض. الناس كده شايفه معايا السكرين؟ تمام تمام طيب. هنعمل نيو، احنا اتفقنا اول نخش على طول على التمبلت على طول. احنا طبعا قلنا باي ديفولت بيبقى عندي البرنامج مطلع لي بيبقى مطلع لي تو ليفلز، واحنا ان شاء الله دلوقتي هزود عليهم تو ليفلز كمان، يبقى عندنا 4 ليفل نكمل عليهم ان شاء الله الحاجه بتاعتي. زي ما انتم شايفين في تو ليفلز عندي، ليفل 1 وليفل 2، وقلنا عشان نرسم اي ليفل لازم نرسمه في اتجاه زد، يبقى انا لازم اخش في اتجاه الاليفيجن بتاعي وهدوس على اي اليفيجن من دول. وقلنا عشان نرسم اي اليفيجن بلاقي في القايمه بتاعت الاستراكشر او القايمه بتاعت هوم بلاقي في كلمه ليفل موجوده هنا، والاختصار ال ال، يعني هدوس على الكيبورد ال ال شغال معايا. قلنا بنيجي على نطلع وبنكتب بالكيبورد الايه الارتفاع بتاعي، وببدا اشد لغايه ما اوصل لغايه ايه محاذاه الايه الليفل اللي تحت عندي، وببدا اشتغل. دي الطريقه اللي هي بتاعت اللاين، وفي عندي طريقه ثانيه بتاعت البيك اللي هي الاوفست، وديت بحط قيمه الاوفست بتاعي كام، وببدا لازم ابيك لاين، يبقى لازم اضغط على الخط عشان يعمل لي الاوفست بتاعي. فاحنا لو وقفنا على الخط من فوق كده بالسهم على الخط من فوق، فبيعمل لي بيعمل لي اوفست لفوق، لو انا وقفت لتحت هيعمل لي اوفست لتحت. انا دلوقتي هضغط لفوق
ويبقى كده انا عملت الايه التو ليفلز بتوعي، ليفل 3 وليفل 4. هندخل دلوقتي على الليفل، على البلان. لازم ارجع للبلان عشان ارسم الجريد بتاعي. يبقى انا دلوقتي رسمت الفيجن بتاعي، رسمت في الفيجن بتاعي، رسمت الليفل. لازم ارجع للبلانات عشان ارسم الجريد بتاعتي. طيب عشان ارسم الجريد بتاعتي برضو الاختصار بتاعها هنا الجريد، بعمل جريد والاختصار بتاعها جي ار. قلنا في كذا طريقه عشان اعمل اكرر الجريد، قلنا اسهلها اللي هي الكوبي اللي هي سي او، وبلاقي هنا امر مالتابل عشان اقدر اعمله كذا مره، وكونسترين عامله زي اف 8 في الاوتوكاد عشان يقدر يعملها لي ايه افقي وراسي، يعني هو دلوقتي بيتحرك اي اتجاه، لكن انا لو عملت كونسترين هيتحرك راسي وافقي فقط. وابدا اعمل واكتب المسافات على الكيبورد بتاعتي 8000 مثلا، 9000، 10000 سي مثلا، ده الحاجه بتاعتي. وبلاقي هنا 1 2 3 4 5. وقلنا ان احنا الجريد ممكن نيجي نعملها الناحيه الثانيه بالمنظر ده كده، ونبدا نغير ده هو هيكمل عليها. فانا هبدا اغير اكتب ايه، وبعد كده هعمل منه كوبي، هكتب هيلاقي ايه بكتب بي وسي. في طريقه ثانيه عاوز اعلمها لكم، في حاجه جديده مش عارفين الناس تعرفها ولا لا، بس انا اقولها لكم. بس ديت هت ايه لو واحد مش مهتم بترقيم الايه الجريد، في حاجه ظريفه ان انا ممكن اعلم على دول، اعمل ميرور. والميرور عندي في حاجتين، ميرور برو اكس يعني على اكس مش موجود فانا هرسم خط وهمي، او ميرور على اكس موجود ان انا هعمل ايه بيك على الاكس فيتعمل لي ايه ميرور. فانا هاخد اكس مش موجود انا هعمل خط وهمي، فانا هاجي هنا كده واعمل خط على 45 فتتقلب الايه عندي على طول الايه الاكسات الناحيه الثانيه. وممكن اشدها بقى بالمنظر ده كده، واقف على ده واشدها بالمنظر ده كده. يبقى انا كده رسمت الجريد بتاعتي. ولو انا عاوز الجريد تظهر في الاستامبلز بتاع الجريد تظهر في كل حاجه، بقف على اي جريد فيهم وبعمل ايديت تايب وبخليه يظهر في التو سامبلز بتاعتي اللي هي اند 1 واند 2، فيظهر كده بالنسبه لي الجريد عندي كلها تمام. وقلنا المره اللي فاتت عشان عاوز ارسم الاعمده بتاعتي بختار هنا، وبختار لما باجي اختار ان هو فيرتيكال هنقول اد جريد، يعني كل مع الجريد الاول بقول ديبس ولا هايت، يعني هيطلع لفوق ولا هينزل لتحت. فاحنا هنطلع لفوق، احنا واقفين في ليفل 1 هنطلع لفوق. كونكتد بليفل ولا لا؟ هقول له اه، هنطلعه لغايه سي مثلا لغايه ليفل 3 تمام. وبعدين اد جريد ونعلم على الايه؟ على العمدان، على الجريد. هلاقي ايه؟ العمدان بتاعتي كلها اترسمت، وانا قاصد ان انا ارسمها ستيل. ودلوقتي انا عاوز اغير العمدان بتاعتي لستيل، لعمدان فرصنه. ممكن لو انا علمت عليهم كده يبقى انا علمت على ايه؟ علمت على جريد وعلمت على كون في نفس الوقت. طب والله دلوقتي انا عاوز اعلم على كونهم بس عشان اغير قطاعات. في عندي حاجه اسمها فلتر بتبقى موجوده فوق او موجوده تحت في الايه؟ لو احنا عاملين الشاشه ماكسمايز هنلاقيها موجوده تحت هنا. لو دوست عليها هيقول لي انت معلم على الجريد والاستراكشر. هبدا اعلم كده ثاني. انا دلوقتي علمت على الايه؟ على الجريد والعمدان. فانا دلوقتي محتاج ان انا اعلم على العمدان بس، عشان العمدان هي اللي انا محتاج اغير القطاعات بتاعتها. عشان اعمل القصه دي بيبقى عندي حاجه اسمها فلتر. الفلتر ده بيبقى موجود فوق او موجود تحت. لو انا عامل الشاشه مكسمايز هلاقيها ايه؟ تحت، موجود تحت. طيب لو انا ضغطت على فلتر هلغي الجريد من السلكشن بتاعي، هيبقى هو كده علم على العمدان. ابدا ادخل هنا اغير قطاع العمدان بتاعي، هلاقيه بالمنظر ده اتغير تمام كده يا شباب. طيب انا عملتها لغايه ليفل 3 عشان اقول لكم ازاي احنا هنغير القطاعات في ليفل ايه من 3 ل 4. يعني انا عملتها من 1 ل 3، انا محتاج من 3 ل 4 قطاع ثاني. هاجي على ليفل 3، هاجي على ليفل 3 وممكن امسك العين تحت دي واخدها كوبي احطها في الدور اللي فوق. طيب عشان اخد حاجه كوبي احطها في الدور اللي فوق، اي المنت كوبي احطه في الدور اللي فوق، الكوبي بتاعتي مختلف عن الكوبي دي، بختار حاجه اسمها كوبي كليك بورد تو كليك بورد. بضغط كوبي، واول ما بضغط كوبي هنا على طول اللي هي البيست على طول. اول ما بدوس على القائمه بتاع البيست بيقول لي هتحطها في انهي ليفل، هتحط العمدان في انهي ليفل، واعمل ايه؟
سيلكت ليفل، اقول له انا حاطه فين؟ هحطهم فين؟ في الدور الرابع، هحطهم في الدور الرابع. وبعد كده ادخل انا بقى في الدور الرابع، اعلم على العمدان دي واقول ان العمدان دي بادئه من ليفل 3 لليفل 4، واقول مثلا ان قطاعاتها دي 450 في 600، يبقى القطاعات بتاعتي اتغيرت. وممكن اجي على العمود ده اقول له لا ده انا ايه عاوز اعمله عمود دائري، وقلنا عشان نعمل عمود دائري بعمل ايديت تايب وده فاهمني ثانيه، فبعمل لود وبخش على الاستراكشر استراكشر كون كونكريت بقى هنا ايه راوند كون، ممكن اختار ايه مثلا واحد 600 كتر 600 واقول له اوكي. ممكن دول ناخد دول خليهم ايه قطاع دائري لو 600، وممكن اخد دول وممكن ادوس كنترول واعلم على حاجات تانية، يبقى انا كده اختار ايه العمود ده 450 كده. لو انا جيت بصيت هنا في الالفيجن عندي زي ما انتم شايفين كده ايه العمدان بتاعتي. طيب يا باشمهندس ده في خطين، خطين لان يعني ده اللي هم ايه لو احنا بصينا رجعنا كده على ليفل 4 هنلاقي مثلا ده اسقاط ده ورا ده ورا ده، فده لو انا جيت مثلا حركت ده كده زي ما انتم شايفين هتلاقوا خطين، الاسقاط بتاع الايه الدايره من بره واسقاط الدايره من بره الناحيه دي واسقاط العمود ده والخط ده، يبقى بيعمل اسقاط للخط ده واسقاط للخط ده واسقاط للخط ده واسقاط للخط ده، ده الخطوط اللي بتبان ان بتجيبهم كلهم ورا بعض. تمام كده يا شباب، يبقى احنا كده خلصنا العمدان. لو جيت وقلت في ليفل 1 تاني عاوز اعمل وول، بختار استراكشر وول وببدا بقول ان طالعه هايت وهتبقى الايه واصله لغايه ليفل 2، وببدا ارسم الايه البيم بتاع الوول بتاعتي دايما هدول المبنى سي مثلا، وزي ما انتم شايفين كده ان الايه ان الوول مش ماشيه مع العمود من بره مش ماشيه مع حد العمود، في امر ظريف اسمه الاينمنت، اسمه الاينمنت، وده بنلاقيه في لو اي ال تمام. وفي قائمه فيو بلاقي هنا حاجه اسمها الاينمنت بتبقى موجوده عندي، سوري في قائمة سوري في قائمة موديفاي هلاقيها هنا تمام. ولو انا اختصار بتاعها اي ال، واحنا دايما هنلاقينا بنسال الامر ده كتير اللي هو اي ال، بدوس اي ال وبعد كده بعلم على المكان اللي انا عاوز اروح له، وبعد كده بعلم على الالم، بعلم على المكان اللي انا عاوز اروح له وبعد كده بعلم على الالم زي ما انتم شايفين كده، بعلم على المكان اللي عاوز اروح له وبعد كده على الالم. يعني انا عاوز انقل دلوقتي الوول ديت الخط ده، يبقى على الخط اللي عاوز الاثنين عندي، وبعد كده ادوس على الايه؟ على الوول، يبقى انا كده نقلت الوول، يبقى ده الشكل بتاعي بتاع الايه؟ المبنى بتاعي. لو احنا جبنا 3 دي كده وجبناه هنا شادو هنلاقي ايه؟ ده المبنى بتاعي زي ما انتم شايفين كده، ده اللي احنا رسمناه لغايه دلوقتي. نرجع تاني ليفل 1 ده اللي احنا رسمناه، هاجي هنا مثلا ليفل 2، ليفل 2 انا محتاج اعمل كاميرات عندي تمام، او ممكن نخش في ليفل 3 انا عاوز اعمل كاميرات في ليفل 3، يعني هعمل كاميرات دلوقتي في ليفل 3. طب عشان اعمل كاميرات بتاعتي في ليفل 3 هاجي هنا ستراكشر وبعد كده اختار بيم واختار القطاع بتاعي من هنا 600 زي 600، ممكن اقول له ايه؟ اون جريد، اون جريد يعني كل تقاطع جريد وما بينهم عمود هيرسم لي ايه؟ كفر. هدوس فينيش يبقى كده الكفرات بتاعتي اترسمت. طيب ايه تاني في البيم؟ انا لو دوست بيم هيظهر لي دي الخطوط، ممكن اشد خط يترسم زي الوول، ممكن يبقى عندي كده كاميرا بتاع ده كيرفت، يعني كاميرا زي دي كده كاميرا كيرفت، ارسم بالتول بتاعتي بتاعت الرسم زيها زي ايه؟ الوول زي ما احنا رسمنا المره اللي فاتت. طيب نفس القصه انا ممكن اعمل الاين. طيب
بدل ما اعمل اونلاين كل الحاجات ديت انا ممكن اعمل كده. بس انا كده علمت على ايه؟ انا كده علمت على الكاميرات والعمدان في نفس الوقت. هخش امر فلتر واشيل من عندي العمدان، انا عاوز احرك بس كده. يبقى انا علمت على العمدان بس، علمت على الكاميرا بس. ابدا بامر موف احرك الكاميرا بتاعتي من هنا لهنا، تمام كده. ممكن اجي هنا اعمل نفس القصه، اشيل العمدان واجي بامر موف واحرك الحاجه بتاعتي تبقى بالمنظر ده كده. كده يبقى احنا كده رسمنا الكاميرات. طيب تعالوا دلوقتي انا هشيل بعض الكاميرات ونرسمها احنا من جديد عشان نتعلم برضو رسم الكاميرات بطريقه ثانيه. انا هرسم الكاميرا دلوقتي. اول حاجه لما اجي ارسم الكاميرا بيقول لي هترسمها خط ولا كيرفد ولا شكلها ايه. اول حاجه ريفرنس ليفل ديت هتبقى في ليفل كام؟ في ليفل 4، سوري ليفل 3 عشان احنا واقفين دلوقتي ليفل 3 اهو. طيب عندي حاجه اسمها زد دايركشن بيسميها ايه؟ توب. وعندي حاجه اسمها لاترال جاستيفيكيشن بيسميها سنتر. طب خلينا في اللاترال جاستيفيكيشن دلوقتي اللي هي سنتر. الخط اللي انا هشده دلوقتي، اللي انا بشده دلوقتي ده بيعبر عن ايه؟ زي ما انتم شايفين ده بيعبر عن السنتر بتاع الكاميرا. ده بيعبر عن السنتر بتاع الكاميرا. طب في ايه تاني غير سنتر؟ في حاجه اسمها سايد 1. طب تعالى انا خليتها سايد 1 وهرسم كده. ده بيعبر عن ايه؟ ده بيعبر عن الخط السفلي للكاميرا. الخط السفلي للكاميرا. طب تخليها ايه؟ سايد 2. تعالى نرسم بقى ايه؟ من هنا كده. ده بيعبر عن ايه؟ عن الخط العلوي للكاميرا. طب يبقى سايد 1 وسايد 2، سايد 2 بيعبر عن الخط العلوي للكاميرا، سايد 1 بيعبر عن الخط السفلي للكاميرا. بس خلي بالكم انا عامل سايد 2 اهو. وانا لو دوست كده عكست اتجاه الرسم هيتعكس اتجاه الخط. يعني لو سايد 2 رسمت من اليمين للشمال هيبقى لتحت، ولو رسمت من الشمال لليمين هيبقى لفوق. ده على حسب اتجاه الرسم. يبقى ده اوبشن عشان ترسم على خط الكاميرا السفلي او على خط الكاميرا العلوي. تمام كده يا شباب. طيب امال ايه بقى اللاترال جاستيفيكيشن اللي هي كانت التوب اللي احنا واحنا بنرسم اللي هي موجوده هنا ديت؟ لو احنا بصينا كده، لو احنا جينا خدنا اي سيكشن، لو بصينا كده انا واقف على الكاميرا دي بيقول لي اللاتر جاستيفيكيشن بتاعتها توب. معنى كده ايه؟ ان التوب بتاع الكاميرا هو اللي ماشي مع الليفل. التوب بتاع الكاميرا، التوب بتاع الكاميرا هو اللي ايه؟ اللي ماشي مع الليفل. يعني التوب بتاع الكاميرا هو اللي جاي على الليفل. طب انا لو غيرت التوب ده خليته سنتر، هلاقي ان السنتر بتاع الكاميرا هو اللي ماشي مع الايه؟ مع الكاميرا. معنى كده يبقى انا الليفل اللي بديه الكاميرا يا اما هو السنتر، ماشي؟ لو انا مختار سنتر، او لو هو توب يبقى التوب بتاع الكاميرا هو الايه اللي ماشي مع ليفل، او بوتوم يبقى الايه البوتوم بتاع الكاميرا، او اذر. وفي الحاله دي هيقول لي طب ايه المسافه بتاعتي كام؟ اقول له مثلا 250، هيبقى ايه ينزلها من التوب 250. تمام كده يا شباب. يبقى انا دايما بخليها في معظم الاحوال توب، ان الايه بتاع الكاميرا هو اللي يبقى ماشي مع الليفل. يبقى احنا كده شفنا الحاجات دي. طيب نشوف بقى الايه اللاتر جاستيفيكيشن. اللاتر جاستيفيكيشن احنا شفناها. تعالوا بقى نبص دلوقتي على حاجه اسمها ستارت ليفل اوفست اند ليفل اوفست. ايه الستارت ليفل اوفست اند ليفل اوفست؟ دلوقتي لو انا عاوز اعمل الكاميرا في مستوى ثاني، يعني مرفوعه شويه، عشان اعمل الكاميرا دي تعالوا نبص كده. لو انا عملت الستارت ليفل 500 والاند ليفل 0، معنى كده ان عمل ايه؟ كاميرا مايله هنا 0 وهنا ايه 500. كده ان انا لو عاوز اطلع ارفع كاميرا
هديها الستارت والاند ليفل الاثنين في واحده، فتبقى ايه مستقيمه وتبقى مقطوعه لفوق شويه. تمام، يبقى انا دلوقتي الكاميرا بتاعتي، يبقى انا ستارت ليفل اوفست واند ليفل اوفست دول عشان اقدر احرك الكاميرا بتاعتي ارتفاع فوق الليفل شويه. ولو عاوز اعمل كاميرا مايله انهي الاتجاه بتاعي واحط سي مثلا هنا 1000، هلاقي هنا الكاميرا ايه اترفعت كده، بقيت عندي كاميرا مايله. تمام كده يا شباب. طيب نرجع تاني نبص تاني، لو انا باجي برسم الكاميرا، اي كاميرا عندي، ده هيتحط في انهي ليفل؟ الاستراكشر يوزد عندي بيقول لي هنا الايه؟ الاستراكشر يوزد عندي جردر هورزونتال بريسنج جويست اذر بيرلينج. جردر ده الكاميرا الرئيسيه، بريسنج زي احنا عارفين، جويست هي الكاميرا الثانوي، اذر لو اي استخدام ثاني بيرلينج. طب ايه الاستخدامات دي هتفرق معايا في حاجه؟ لا يعني هتفرق معايا في اي حاجه غير بس لما اجي احصر، تفرق معايا لو انا ايه بحصر الايه في الحصر النهائي بتاعي، لكن كرسم او كده لا ما تفرقش معايا خالص. طيب ايه تاني حاجه اسمها 3 دي سكاننج؟ يعني لو 3 دي سكاننج معناها ان انا وانا واقف في سي اقدر ارسم الكاميرا بتاعي. لو انا جبت 3 دي كده هنا بيعمل ايه؟ لو انا مش حاطط سنابنج فانا كده مش قادر ايه يقدر يعمل لي سنابنج، يقدر مفيش سنابنج هنا، لكن اول ما اعمل 3 دي يقدر يعمل لي ايه السنابنج بتاعي بدا يظهر واقدر ارسم ايه وانا في 3 دي عادي لان السنابنج بتاعي شغال. طيب امال الشين ديت ايه؟ الشين ديت لو تفتكروا ان انا اقدر اعمل كذا ايه، امشي كده وامشي كده وامشي كده وامشي كده على طول من غير ما اتحط يقف معايا او الامر عيب تاني الامر معايا تاني زي اللي احنا خدناها في الوول برضه. نرجع تاني نلاقي هنا الاستراكشر يوزز هنا بتاعتي، تكرار الامر بالظبط كده، نشير تكرار الامر. لو انا هنا دلوقتي بكمل بقيه الحاجه بتاعتي، الماتريال بتاعتي كونكريت وعاوز اغيرها بضغط على الثلاث نقط دول زي ما احنا عرفنا وبختار من هنا الماتريال بتاعتي زي ما احنا شايفين، بختار الماتيريال بتاعتي من هنا. انيبل اناليتيكال عشان يتعمل لها اناليتيكال موديل، وبعد كده بحط الكفر ريبار كفر زيها زي الكولوم زي الايه زي الوول. لو دخلنا هنا ايديت تايب بقى ده كله ده انستنس بروبرتيز، ده لاي كاميرا احنا واقفين عليها. لو انا دخلت كده ايديت تايب هلاقي هنا الايه البيو اتش زيها زي العمود فاكرين، وهنا بيبقى عندي لود ودبليكيت ورينيم. لو عاوز اعمل قطاع تاني بعمل ايه؟ قلنا رينيم بيلغي القطاع اللي موجود واعمل قطاع تاني. طب انا لو عاوز اعمل قطاع واسيب اللي موجود بعمل هنا دبليكيت وبشيل ده كده واخلي السي ده 400 600. فانا اللي انا عملته ده ايه؟ ان انا غيرت ايه هنا؟ غيرت النيم، لكن انا ما غيرتش في الابعاد بتاعتي. هرجع تاني لو اغير بي هنا واتش يبقى انا كده غيرت الابعاد بتاعتي وبقى عندي كاميرا اسمها 400 600، والاقي دي ايه اتغيرت البعد بتاعها، عندي دي 300 ودي 400. تمام البيم كده خلصت، البيم كده خلصت. اسيب الناس 5 دقائق تطبق وبعد كده نرجع نكمل السلاب. طيب عشان زي ما اللي بيقولوا نعيد الحته بتاعت ازاي نعمل كوبي للعمدان من دول لدول، انا دلوقتي هقيمت على ايه؟ عمدان بكاميرا وعاوز اعمل العمدان بس، فبضغط على فلتر وبختار بشيل الفريم واخترت العمدان بتاعي. بعد ما بختار العمدان بضغط في هنا كوبي اهيت، بضغط عليها بعد كده بيست، بعد كده سيلكت الليفل وبختار الليفل اللي انا عاوز احط عليه الايه العمدان بتاعتي، ادوس عليه واقول ايه اوكي. تمام يا شباب. احمد بعد اذنك ممكن تحط الثلاث لينك محاضرات اللي فاتوا على الجروب عندنا. شكرا يا محمد.
الناس الشغوفين بقى بالقصه بقى بتاعت البي اي ام وكده، احنا في بيج دلوقتي اسمها بي اي ام كوميونتي، انا دلوقتي بقيت الادمن بتاعها الحمد لله. فاحنا دلوقتي في البي اي ام كوميونتي بننزل كل ما هو جديد على البيج بتاع عن الريفت وعن البي اي ام. الناس اللي حابه تكمل بقى في السكه بتاعت البي اي ام والريفت هيلاقوا حاجات كتير دلوقتي موجوده. يمكن عاوز اقول لكم، شكرا يا ابو حميد، عاوز اقول لكم حاجه كمان دلوقتي، ان احنا دلوقتي بقى في برينتر 3 دي من الريفت، يعني بقى في برينتر دلوقتي تاخد موديل الريفت تطلعه ماكيت. يعني احنا وصلنا التقدم بقى دلوقتي، ان احنا دلوقتي بقى عندنا برينتر بعمل برينت من الريفت يطلع الماكيت. فطبعا يعني شفت التقدم وصل دلوقتي، صورة تتقلب لموديل وبرنت يتقلب لماكيت، فالدنيا في التقدم مستمر. فنلحق نبقى اتليست نبقى عارفين ايه اللي بيحصل حوالينا، وواحدة واحدة هنتعلم كل حاجة، أكيد مش مرة واحدة هنبقى علماء، بس إيه على الأقل نبقى عارفين إيه اللي بيحصل حوالينا، عشان ما نجيش واحد فينا يبدأ يفكر إن هو يعمل حاجة جديدة فيلاقي نفسه بيعمل حاجة معمولة قبل كده. فتبقى عارف إيه الجديد وتبقى مواكب التطور على طول. هي الناس نامت ولا إيه؟ اتفضل يا احمد. ماشي يا ابو حميد. تمام، اقتطاع العمود مع البيم، ماله؟ مفيش كتاب نحمله. بصي، او مش عارف بقى، بص يا باشمهندس او باشمهندسه، ممكن احط لكم ان شاء الله لينك احنا لو دخلنا على الهيلب بتاع الريفت نفسه بقى دلوقتي يحط لك على طول توتوريال كامله للريفت، فممكن نقدر نحمله، وممكن على موقع اوتوديسك نقدر ننزل المانوال بتاع ريفت عامة. تمام، ايه المشكلة؟ انت عاوز تغير السكشن، انت لو عاوز تغير السكشن مثلا في الكاميرا، جاست اقف على الكاميرا اعمل تايب سيلكتور واختار القطاع اللي انت عاوزه، جاست بس كده. ما تستعجلش يا احمد، كده كده هنخلص كله ان شاء الله، ما تقلقش. المرافق دي تبع الفاونديشن. ايوه انا عارف ان هي لبشه، هو انا ما قلت ايه؟ بقول لك اللبشه دي تبع الفاونديشن، ما قالتش دي تبع الفاونديشن. ولا يهمك. لا لازم نصدره او ال نصدره الروبوت او الايتابس. طيب هنبدأ بقى نكمل السلابات بتاعتنا، يلا عشان ايه قصة طويلة. هنبدأ نكمل السلابات، هنبدأ من أول ليفل 1، عاوزين نبدأ نعمل السلاب بتاعتنا، نلاقي هنا قصة اسمها سلاب وول اسبيتد،
دول كلهم خاصين بالفاونديشن عشان يعمل بيهم اي حاجه. السلابه بتاعتنا بنعملها من فلور، الاختصار بتاعها اس بي، وباجي هنا في استراكشر بلاقي حاجه اسمها فلور، فلور استراكشر، بضغط على فلور استراكشر نسيف بقى الايه البروجكت بتاعنا. اول ما بضغط على استراكشر فلور بيظهر لي التول بتاع الدرونج، التولز بتاعت الدرونج بتاعتي، يا اما برسم خط يا اما برسم بالمربع بلوجن دايره اي شكل. تعالوا نرسم كده، اهم حاجه وانا برسم لازم ارسم كلوزد اريا، لازم ارسم كلوزد اريا. ممكن عاوز اعمل بقى ايه كمان، ايه حته ايه بلكونه كده ايه طالعه لبره ولا حاجه، وبعد كده ارجع اكمل بالخط المستقيم وامشي كده، وعاوز ارجع تاني اعمل ايه اختار الامر تاني واعمل ايه بلكونه تانيه، وبعد كده ارجع ادوس على الخط المستقيم وامشي كده. كده يبقى انا عملت ايه شكل كده ايه كلوزد اريا، تمام. ادوس فينيش، طبعا بختار الايه السيكنس بتاعي، احنا بنستخدم هنا جينيريك، بنستخدم هي الجينيريك، انا جينيريك 300، وبدوس فينيش بقى كده اترسمت البلاطه بتاعتي، وهنا رسم لي هنا في النص خطين بيقول لي ان دي تو وي، يعني كده البلاطه بتاعتي اترسمت. لو جبت هنا شادو هلاقي ايه كده للايه البلاطه بتاعتي، سهله الفكره، تمام. تعالوا نطبقها تاني هنا نفس الفكره، فلور استراكشر فلور، ممكن بقى على طول هنا بالمستطيل ده اقوم ايه عامل كده، يبقى اترسمت ايه البلاطه بتاعتي. خلي بالكوا لو انا بقى رسمت اي كلوز اريا داخل الكلوز اريا دي يعتبر فراغ بالنسبه لي. تعالوا بقى نجيب اهو، ده فراغ بالنسبه لي، ده بقى بالنسبه لي فراغ. جنك اللي هي الخرسانه، جنك ان هي ما عليهاش تشطيبات ولا اي حاجه، جاست ان هي استراكشر خرسانه على طول، تمام. كده يبقى احنا رسمنا الايه البلاطات بتاعتنا. طيب تعالوا بقى عاوزين نمسك البلاطه دي نقول ايه، نقول لها ايه كوبي، ونحطها في الدور ايه سيلكت ليفل، الدور الثالث والرابع، حطيناها في الثالث وايه والرابع. تعالوا بقى نبص في الثالث هلاقيها ايه اترسمت، عشان كده ايه الكوارب بتاعتي بقت ايه داش فور، اترسمت اهي عندي. تعالوا بقى نرجع تاني الوان مثلا، يبقى انا كده البلاطه بتاعتي اترسمت. تعالوا بقى ايه، تعالوا كده ادي البلاطه بتاعتي 300. طب والله انا عاوز اخلي البلاطه بتاعتي دي 200، لو وقفت عليها كده عملت ايديت تايب هغير بقى القطع بتاعي. دي جت زي ما بالظبط، وقلنا دي اللي هي سيستم فاملي. سيستم فاملي معناها، سيستم فاملي معناها ان احنا هنا بنعمل ايه؟ ديت ما تبقاش لودد فايل، لا نقدر نعمل لها دبليكيت ونقدر نعمل لها رينيم. فانا هعمل دبليكيت هسميها جينيريك 200، يبقى انا كده بغير ايه؟ الاسم بس، انا كده غيرت الاسم بس، هل غيرت القطاع؟ لا لسه، هاجي اغير القطاع الاقي ايه؟ دم كده بالنسبه لي ما بيتغيرش. فقلنا هندخل في اديت هلاقي الايه 300 ديت نغيرها تبقى 200، يبقى انا كده غيرت السيكنس بتاعي، وده نفس الخطوات اللي احنا عملناها ايه في الوول، تمام. يبقى انا كده ايه قدرت اغير السيكنس بتاعي لايه ل 200. كده البلاطه اترسمت. طيب تعالوا نعرف بقى نشوف خواص البلاطه. انا واقف على البلاطه بيقول لي ديت موجوده في الوان هايت اوفست. طيب معنى ايه هايت اوفست؟ تعالوا بقى ناخد كده نجيب ايه الشكل بتاعي في اي الفيجن، ادي البلاطه بتاعتي، واللي بارز ده ده الايه؟ ده الكنتيفر بتاعي اللي انا عامله بلاطه. لو هنلاحظ ان البلاطه التوب بتاع البلاطه مع الليفل، التوب بتاع البلاطه مع الليفل. لو انا عاوز اعرف دلوقتي انا واقف على الايه؟ الخط بتاع الليفل ماشي مع الخط بتاع الكاميرا، هقف عليه واعمل تاب. هلاقي ظهر لي تحت هنا، خلي بالكم من الجزء تحت هنا، تاب بيزك وول، تاب شين وول،
تاب مش عارف ايه، تاب تاب. لو وقفت دلوقتي وقفت على ايه؟ على الليمت. امسك الليمت دلوقتي اشدها. خلي بالكم ان الطب بتاع الايه، الطب بتاع البلاطه مع الطب مع الليمت، تمام؟ طيب لو انا مسكت البلاطه بتاعتي واديتها هايت اوفست 500، نشوف يعني ايه بقى هايت اوفست 500. معنى كده ان الايه، البلاطه بتطلع فوق الليفل ب 500، تمام؟ لو انا رجعتها، لو انا رجعتها تاني هقف كده عليها، تبقى رجعت كده الاوفست ده، الهايت اوفست ده عشان يطلعها وينزلها فوق الليفل. الامباوندنج اللي احنا عرفناها قبل كده عشان المعماري يشتغل عليها، وان هي ستراكشر عشان تخش معايا في الحصر بتاعي كستراكشر، وتخش معايا في الاناليتيكال عشان احنا بنصدرها لاي برنامج اناليسيس، تمام؟ والريبار كفر ده اللي احنا اتعودنا عليه. طيب كده البلاطات خلصت. طيب نخلي الناس كده في السن، اعملوا كده بلاطه وبعد كده هنكمل يا شباب. يعني ايه رسم انواع البلاطات المختلفه؟ ما احنا دلوقتي ده، دي بلاطه فلات، لو انت حاطط كمانه بتبقى بلاطه سوليد. الوافل سلاب او الـ او الهولو بلوك ديت بتبقى ايه، وهعلمك ازاي تعمل الهولو بلوك كمان شويه، واحنا بنشتغل دلوقتي هعلمك ازاي تعمل الهولو بلوك. طيب دلوقتي زي ما احنا قلنا، لو احنا عملنا ده رسمنا كده الايه، البلاطه بتاعتي. طب البلاطه بتاعتي انا عاوز اعمل فيها فتحه، بعد ما رسمتها ممكن اعمل ايه؟ او بعد ما رسمتها المعماري يغير الشكل بتاعه وانا عاوز اعدل الشكل بتاعي، هل معنى كده ان انا همسحها وارسم جديد؟ لا، لو انا وقفت عليها هلاقي حاجه ظهرت لي اسمها ايه؟ ايديت باوندري. لو عملت ايديت باوندري اقدر، معنى كده ان انا اقدر ايه؟ اشتغل فيها تاني، اقدر اعمل ايه؟ بالمنظر ده كده زي مثلا المعماري عدل، بس كده ما بقاش كلوزد ايه؟ ما بقاش كلوزد اريا، لان في ايه، جزء الخط ده يعني ايه، موجود مع المربع ده وموجود مع المربع الكبير، فما ينفعش، فلازم اعمل كده. ممكن اعمل سبليت لاين، ممكن اعمل حاجه اسمها سبليت لاين، شايفين سبليت لاين؟ لما ادوس عليها اقول له ديليت انر سيجمنت، يعني انا هعمل سبليت عند النقطه دي وعند النقطه دي، هيقوم هو ايه، مسح لي الخط اللي في النص، وهدوس انتر او هدوس فينيش، هيبقى الايه، الشكل بتاع البلاطه كده. طيب دلوقتي انا عاوز اعمل فتحه. طب ايه الفتحه عشان اعملها؟ ممكن اعمل ايديت باوندري تاني، واقدر اعمل ايه، اي كلوز اريا في النص، واقول فينيش، هي ايه، هيعمل الفتحه. طب في طريقه ثانيه، عندي هنا لودنج باي فيس وعندي شافت هنا. باي فيس هيقول لي ايه؟ انهي فيس؟ يعني انا بقول له باي فيس، طب انهي فيس؟ لازم اعلم على الايه؟ على البلاطه بتاعتي، اضغط على البلاطه يظهر لي الشكل ده كده. طيب هعمل كده واقول له فينش. طب يا باشمهندس ايه بقى الفرق ما بين دي وما بين دي؟ طب نخلي بالنا، لو انا ضغطت على دي هو علم على ايه دلوقتي؟ على اوبننج، يعني انا اقدر في اي وقت اعملها ايه؟ دي، والبلاطه بتاعتي موجوده. طب دي انا بعلم على ايه؟ بعلم على البلاطه نفسها، ما اقدرش الغيها في اي وقت، لازم اخش تاني ايديت باوندري وايه؟ واشيلها من ايديت باوندري. لكن دي تعتبر ايه؟ اوبننج موجوده على البلاطه بتاعتي، بتعمل لي عمل الاوبننج، تمام؟ يبقى انا دي اقدر اشيلها في اي وقت، ماشي، اقدر احركها، لكن التانيه لازم اخش جوه الايديت باوندري واظبطها، تمام؟ طيب ديت باي فيس عندي إيه؟ طب ايه الشافت ديت؟ الشافت ديت ان انا مثلا زي ما هو انتم شايفين في الصوره، عندي ضغط سلم او ضغط اسانسير او ضغط صرف. لو انا دوست شافت يبقى ده طالع في كل الادوار، يبقى باي فيس في دور واحد، يبقى اوبننج باي فيس في دور واحد، شافت في كل الادوار مره واحده، او على حسب اللي انا حددته. هدوس شافت هيفتح لي ايه، المنظر ده كده. سي هقوم ايه، راسم الدايرات دي كده. هلاقي هنا بيقول لي ايه، طالعه البيز كونسترين ليفل 1. طب التوب كونسترين هقول له مثلا ليفل 4،
هيقول لي هو عامل لي بيز اوفست ماينس 300 والتوب اوفست 0. طب ليه؟ هنشوف بقى. هدوس فينيش، يبقى انا كده ايه؟ خلص. تعالوا نجيب 3 دي. هلاقي الايه؟ الفتحه بتاعتي اهي. شاف؟ موجوده معايا. الاوبننج دي كان طالع معايا ليه؟ عشان انا عملت ريبليكيت للبلاطه بتاعتي. تمام كده يا شباب. طيب ارجع تاني، لو انا بصيت هنا شفت حركه، شوف اي مكان الشفت ده بنقول طالع من ليفل 1، طالع من ليفل 1 لغايه ليفل 4. ليفل 1 معناها طالع منين؟ ليفل 1 اهو الخط بتاعه هو الخط اللي فوق، ليفل فوق اللي هو الخط اللي فوق، معنى كده ان هو قطع كل الليفل دي ما عدا ليفل 1، هو واقف فوق ما قطعش الايه البلاطه، سمك البلاطه، من سمك البلاطه لتحت. فاديني بيز اوفست ماينس 300، ماينس 300 دي اللي هي ايه؟ اللي هي كانت سمك البلاطه اللي اترسمت باي ديفولت في الاول خالص بتاعه ايزن. تمام يا شباب؟ طب كده ده رسم الايه؟ البلاطه. كده احنا يعتبر خلصنا البلاطه. طيب البلاطه فيها حاجات سبيشال، انا عاوز اعمل بلاطه مايله. هعمل بلاطه مايله ازاي؟ هرسم فلور عادي جدا، ادي ستراكشر فلور، هرسم فلور عادي جدا اهو. تمام، وانا برسم بلاقي هنا حاجه اسمها ايه؟ سلوب ارو. اعمل لي اتجاه الميل بتاعي، ادي اتجاه الميل بتاعي، هنا عالي وهنا نازل في المنظر ده كده. تمام، لما انا بعمل كده واقف على ايه؟ على السهم ده، بيقول لي ايه؟ انا عاوز الهايت قد ايه؟ الارتفاع ده قد ايه؟ يعني ده نعتبر ان الاثنين دول على مستوى واحد، وانا هرفع المستوى ده اللي هو عند الديل بتاع السهم بارتفاع معين. زي هقول له 1500 وهقول له فينش. هاي البلاطه صفر. ليه؟ هنعرف مع بعض المرة الجاية دي البلاطة بتاعته بتظهر. بس تعالى كده ادي البلاطة بتاعتي اهي، الارتفاع بتاعي 1500 عن ايه؟ عن الناحية التانية. كده يبقى انا رسمت البلاطه المايله بتاعتي، دي طريقه. تمام؟ طيب ايه تاني؟ انا ممكن استراكشر فلور ارسم بلاطه عادي جدا. اهي بلاطه عادي جدا. وبعد ما برسم البلاطه هضغط على البلاطه. هيظهر حاجه هنا اسمها موديفاي سب اليمنت. موديفاي سب اليمنت. هقول له اد سبليت لاين. لو انا عاوز اعمل مثلا ايه؟ دلوقتي بلاطه مرفوعه من النص، بلاطه مرفوعه من النص موديفاي سب اليمنت. طيب هعمل اد سبليت لاين، او موصل الخط ده، وهقول ان انا هرفع البلاطه تبقى مايله من ناحيتين. هدوس اسكيب وهضغط على الخط هيظهر لي قيمه صفر. هدوس هنا مثلا سي 1000، وبعد كده ايه بالماوس كده ادوس كليك شمال هيظهر لي بالمنظر ده كده. لو انا هنا جبت ال 3 دي بتاعي هلاقي البلاطه ايه؟ مايله كده بالنظام ده كده. تمام كده يا شباب؟ لقيت البلاطه بتاعتي مايله بالشكل ده كده. يبقى ده عشان امين القصه دي. طب ينفع اعمل الشكل ده بدون تايسر اليمنت؟ اه ينفع. ازاي؟ هاجي هنا كده وهرسم بلاطه عاديه جدا. فينش وهعمل موديفاي سب اليمنت. اول ما ارفع اعمل موديفاي سب اليمنت اضغط على الايه؟ على الضلع ده واديله الايه؟ الاوفست بتاعه 1500 3 دي ادي الايه؟ بتاعتي. تمام يا شباب؟ طيب يا باشمهندس لو انا عاوز اعمل بلاطه هرميه تاني استراكشر فلور، ادي البلاطه بتاعتي فينش، هعمل ايه؟ موديفاي سب اليمنت، اقوم حاطط له ايه بقى؟ نقطه في النص، النقطه بتاعتي
حط له نقطة كده في النص بعد ما حطيت النقطة دوس اسكيب، ظهر لك العلامة الايه؟ العنكبوت هي بقى شكل العنكبوت ديت اللي جنب الماوس. اضغط كليك شمال على النقطة اللي في النص هيديك صفر، اديله الرقم اللي انت هتعلى بيه وتعمل سبيس كده وهات 3 دي، هتلاقي البلاطة الهرمية بتاعتك. تمام كده البلاطات كلها خلصت. تمام كده البلاطات خلصت. تمام طيب عشان زميلكم اللي كان بيسأل، انا لو عاوز اعمل بلاطة سي هولوكوب، ماشي، لو هعمل بلاطة هولوكوب دي ما بتبقاش ايه تترسم، ما بتترسم كأنها كاميرا. يعني النهارده لو انا عندي عاوز ارسم البلاطه بتاعتي بلاطه زي دي اعمل ايه؟ باجي ارسم كاميرا في المنظر ده كده، هاجي على الكاميرا دي ايديت تايب لود، هاجي بقى على الاستراكشر، هنا بقى اسمها استراكشر فريمنج، البيم اسمها استراكشر فريمنج، استراكشر فريمنج بري كاست، هلاقي هنا الاشكال بقى بتاعتي يعني انت ممكن تستعمل ديت ودي تستعملها عشان الهولو بلوك. وادي الكونتور وابدا ارصهم جنب بعض. ولو انا جيت هنا ده الكوب بتاعي، تمام؟ ده لو انا بعمل كده. طب انا بقى هقعد اعملها واحده واحده كده والدنيا هتبقى ماشيه بالنظام ده كده، واقعد احرك بدايه وانا عاوز مثلا اعمل هولو بلوك مثلا زي بالنسبه لكم دول، لا انا عندي حاجه ثانيه اسمها بيم سيستم، حاجه اسمها بيم سيستم. طيب بيم سيستم ده بعمل ايه؟ تعالوا نبص كده، تعالوا نشوف عندي دلوقتي القصه دي عامل الكاميرات الرئيسيه سي دي الهيدن بيم بتاعتي وانا عاوز اعمل هولو بلوك، طب اختار بيم سيستم. لو انا جيت بصيت كده هلاقيه بيعمل لي ايه؟ بيم سيستم يحط ايه؟ كذا كاميرا، بيحط لي التايب بتاع البيم سي مثلا ده 300 600 والقمر ده هيبقى المسافه ما بينه سنتر وسنتر والديستانس المسافه ما بينهم مثلا سي مثلا 1000. وانا هاجي هعمل كده، لو انا وقفت على خط راسي بيعمل لي راسي، لو وقفت على خط افقي بيعمل لي ايه؟ افقي. هقف راسي وهضغط كده. فعمل لي ايه؟ كاميرات بالمنظر ده كده. طيب اعملها تاني بيم سيستم. هعمل كده وقبل ما ادوس اي حاجه ممكن اجي اعمل ايه؟ اقف على الايه؟ على راسي كمان. فعمل لك يا باشا شكل الهولو بلوك اللي انت عاوزه. عمل لك شكل الهولو بلوك اللي انت عاوزه. تمام كده؟ يبقى احنا دلوقتي تقدر تعمل، بس اهم حاجه ما تطلعش من الامر، البيم سيستم اهو ضغط، قبل ما اطلع من الامر اضغط تاني على الايه؟ على الاخر عشان يعمل لك شكل البيم سيستم، وظبط انت المسافات بتاعتك زي ما انت عايز. طب الهولو بلوك الهولو كون زي ما انا عملتها دلوقتي نفس القصه يا باشا، هتعملها كده بس اختار القطاع بتاعك اللي هو 1000 مثلا في 250. تعالى نعملها تحت اهو، هتلاقيهم كلهم ايه؟ اترصوا جنب بعض زي الفل مفيش اي حاجه، ولو جيت خدت فيها سعة
سيكشن ادي الكاميرات برضه ايه؟ الهولوكور جنب بعضها مترصصه مفيش اي مشكله خالص. تمام كده يا شباب؟ كده يبقى احنا كده خلصنا الايه؟ السلابات كامله. طب اخر حاجه بس عشان ما فوتناش حاجه، البيم سيستم يا اما يبقى عندك حاجه جاهزه يا اما تقدر تقول له ايه؟ سكتش بيم سيستم. ادي الشكل بتاعي اهو اللي انت اللي انا عاوزك ترسمني فيه البيم سيستم بتاعي. طيب انت عاوز البيم سيستم تبقى مايله بانهي اتجاه؟ اللي هي دلوقتي عامله الدايركشن بتاعها افقي، قول له لا انا عاوزها ده. فلما هتترسم هتبقى موازيه لده، او ارسم انت الخط اللي انت عاوزه. ارسم انت الخط اللي انت عاوزه، مثلا انت عاوزها تبقى كده، الخط بتاعك، وقول له فينش. هتلاقي اتعمل بيم سيستم بنفس الميل اللي انت ايه؟ رسمته. وبنفس على الاريا اللي انت عملتها. هسيبكم 5 دقايق نطبق ونرجع تاني نكمل مع بعض. انا سايبكم تطبقوا يا مصطفى مش اكتر. طيب نكمل يا شباب، هنكمل بقيه الحاجه بتاعتنا. تعالوا دلوقتي نقف في الدور التاني ماشي، وتعالوا ايه تعالي نرسم دلوقتي، عاوزين نرسم القواعد. انا واقف في الدور التاني يعني، انا دلوقتي شغال وعاوز ارسم القواعد وتعبان وما خدتش بالي وعاوز ارسم القواعد بتاعتي في الدور التاني. انا هعمل ايه؟ هختار ايزوليتد، وبعد كده لما بختار ايزوليتد بيديني القطاعات بتاعتي، اختار القطاع اللي انا عاوزه، هقول له ايه؟ ادخل مع كل ايه عمود حط لي قاعده، قوم ايه معلم كده. فظهرت لي القواعد كده، اقول له ايه؟ فهمت. قام ظهر لك رساله كده يقول لك ما ينفعش يظهر او ما يقدرش يعمل الفاونديشن بتاعتك ليفل ديت بتظهر في الاند اوف كولوم، يعني مش هينفع يرسمها هو في ليفل 2. انت مثلا بتاع ليفل 2 هو ما خدش برايك خالص، واحنا جينا هنا في 3 دي هنلاقي القواعد بتاعتي اترسمت فين؟ في ليفل 1 في الاند اوف كولوم في تحت العمود تحت من تحت خالص. طب تعالوا ننزل هنا كده في الايست، نقوم جايين ايه؟ تعالى نقول ايه؟ ماسكين الوول بتاعتي، نقوم ايه خافينا هايد ان فيو هايد ان، وتعالوا نمسك كل العمدان كده ونيجي نختار فلتر ونقول انا عاوز ايه؟ العمدان بس، واقول له ده نزلها ماينس 2000 تحت ليفل 1 عشان يبقى مرسوم القواعد بتاعتي. الله لاحظتوا ايه؟ القواعد كمان نزلت لغايه تحت. المسج اللي ظهر ايه؟ القواعد مرتبطه بالعمدان فهتنزل معاها، فقلت له اوكي فمنزل الايه؟ القواعد معايا. اوكي بقى نبص هنا 3 دي، ادي المبنى بقى. ممكن تيجي تمسك الايه؟ الحاجات اللي احنا خدناها هنمشي هنا. ممكن نمسك الاواعي الايه الوول بتاعتي. طيب انا ماسك دلوقتي وول وعاوز اعلم على الثلاثه التانيين، مش لازم اروح اعلم واحد واحد، لو ممكن عملت كليك يمين قلت له سيلكت انستنس فيزابل ان فيو علم لي على الثلاثه اللي شبه، يعني لو عندي وول بنفس السكنس اقوم علم لي ايه على الوول دي. انا علمت على الثلاثه ومديله بيز اوفست برضه ماينس 2000 عشان ينزلوا تحت مع الفاونديشن، يبقوا ماشيين بالمنظر ده كده. طيب عاوز احط وول فاونديشن
بضغط على الوول واجي اقف على الايه؟ على الوول ديت، الاقي الايه؟ الفاونديشن بتاعتي اتحطت ودي اتحطت. طب هي ايه؟ مش مهم، ما ينفعش نحطها من هنا؟ لا ينفع نحطها من هنا. وده هي حط يا عم من هنا. ديت اتحط لها 5 دي حطها اهوت كانوا دي وناقص ديت هو حاط لهم، وبرده نفس القصه بدات تظهر مش هيظهروا هنا، لازم يظهروا في الاند اوف ايه؟ اوف وول. ولو هنا جبنا 3 دي بتاعنا ادي ايه؟ كل الوول اتعمل لها الفاونديشن بتاعتها. طيب تعالوا بقى دلوقتي، طب انا عاوز دلوقتي اشوف الحاجات دي هعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ممكن اعمل ليفل جديد خالص، ممكن اعمل ليفل جديد خالص ال ال هيبقى هنا عندي هنا كده وهاجي ده بدل ما اسميه ليفل 5 اسميه ايه؟ فاونديشن هنا اضغط فاونديشن هنا هلاقي ايه؟ الحاجه بتاعتي ظهرت. العظيم يا شباب مفيش جريد هنا، فاكرين دي؟ مفيش جريد، لان انا لو دخلت هنا هلاقي ان الجريد بتاعتي واقفه فين؟ مش متقاطعه معاها، فاول ما هنزل يقطع الليفل ده فتظهر الجريد عندي. هخش النورس الناحيه الثانيه هلاقيها نفس القصه، لما هنزلها وتتقاطع معاها هتبقى عامله كده. لو انا جيت هنا بقى في الفاونديشن هلاقي الجريد بتاعتي ظهرت زي الفل. يبقى انا كده غيرت الايه؟ دي الفاونديشن بتاعتي. اقف كده ده القطاع بتاعي زيها زي اي ايه؟ عمود او اي فم. ايديت دبل كيت او رينيم او لو دبل كيت هعمل الكاميرا ده 4400 في 2800 في 600 سيلز او 650. اوكي انا كده بعمل ايه؟ انا كده بغير في الاسم، لسه ما غيرتش في الايه؟ الخواص بتاعتي. قلنا 440 في كام يا شباب؟ في 480 650. اوكي هنعمل ايه؟ تمام كده. طيب ده الايزوليتد ديجيتال. في عندي هنا ايه بقى؟ ايه سلاب، والسلاب ديت الحاله الاعم ايزوليتد كومبايند، ايزوليتد كومبايند رافت اي حاجه. ممكن لو انا عاوز اعمل رافت اعمل ايه؟ استراكشر فاونديشن اعمل كده. انا عملت كده رافت كده، انا عملت كده. طيب عاوز اعمل كومباين فوتنج هعمل كده سلاب ستراكشر سلاب واقوم راسم السلاب بتاعته. طب انا عاوز اعرف بالظبط قد ايه، ممكن اجي ايه هنا كده خطوط وامشي 1500 مثلا وادوس انتر واطلع فوق 2000 مثلا. يعني انا عرفت النقطه دي. الناحية الثانية 1400 في 1400 مثلا، وعرفت النقطة دي. قوم جاي موصل ما بينهم وارجع ما انساش اشيل ايه؟ الخطوط العمل اللي انا عملتها دي لازم ارجع اشيلها كده، يبقى انا عملت الايه؟ قاعدة الكومباين بتاعتي. تمام؟ طيب القواعد العادية يا باشمهندس هنعملها ازاي؟ ديت كام؟ ديت سمتها 150. طب عاوز اظبط ديت قاعده كومباين، عايز اظبط سمك القاعده، نفس القصه دبل كيت ديت ايه؟ سلاب عاديه جدا دبل كيت ديت 650، واخش هنا ايديت اعملها كام؟ 650. يبقى انا كده عملت الايه؟ القاعده بتاعتي دي 650 وديت كام؟ ديت 650، دول كام؟ 450. طيب عاوز اعمل ايه؟ قاعده عاديه. طيب قاعده عاديه هدوس سلاب. في هنا اوبست اهي عشان ايه؟
ما اقعدش بقى اوجع دماغي واعمل خطوط عمل. ممكن اقول له ايه؟ على مسافه سي التقطفه بتاعتي والسمك بتاع القعده بعد 250، يبقى انا هعمل هنا ب 250 واقوم جاي هنا دايس بالمربع واقول ايه؟ انا عاوز اعمل اوفست من المربع اللي انا هعمله 250. فانا لما هاجي هرسم عند اي قاعده كده هتلاقيه عمل ايه؟ اوفست حواليه كده كده، اجي ارسم هنا فبيعمل اوفست حوالين الخط اللي انا بعمله. يبقى انا كده رسمت العاديه، بس ديت هتبقى على كام؟ على اوفست كام؟ ماينس 450 اللي هو ايه؟ ارتفاع المسلحه. وما تنساش ان ديت مثلا 250 اهيت، يبقى انا كده رسمت قاعده بسمك 250 وترتفع 250 والهايت اوفست بتاعها ماينس 450 عشان تبقى تحت المسلحه. تمام؟ ممكن بقى اخد دي كده كوبي بعد ما اخلصها وابدا ايه؟ كنترول عليه. عليه. واخدهم دول كلهم كوبي. تمام كده يا شباب، لو جينا بصينا هنا في 3 دي تعالوا هنا فاونديشن او انفيجن الايه ده ماشي معايا كده. ولو احنا جينا خدنا الفاونديشن، خدنا اي سيكشن فيو سيكشن هنا كده وعملنا هنا كده وقلنا دوت فيو، هلاقي ايه؟ العمود بالقعده بتاعتي بكل حاجه مظبوطه فيه. تمام يا شباب، دي كده يبقى الفاونديشن بتاعتنا كمان خلصت. يبقى احنا كده خلصنا النهارده البيم والسلات والفاونديشن. النهارده تقدروا ترسموا اي موديلنج لاي مبنى عادي خالص من غير اي مشاكل. تمام كده نقدر نرسم موديلنج لاي حاجه من غير مشاكل خالص. دلوقتي تعرفنا على البيم، تعرفنا على الكولوم، تعرفنا على السلات، تعرفنا على البيم سيستم، تعرفنا على الفاونديشن، اتعرفنا على الوول، اتعرفنا على الكون، اتعرفنا على كل حاجه. تمام؟ اخر حاجه النهارده هتكلم عنها هي قائمه اسمها قائمه انوتيشن. قائمه انوتيشن ديت شويه حاجات بسيطه كده تكمله للايه؟ للبلاطات والحاجه بتاعتها. اول حاجه فيها الايه؟ الدايمنشن بتاعها. وعشان نفهمها بلاقي هنا حاجه اسمها الاين، وديت الامر اللي هو الايه؟ اللي ماشي معايا في كل حاجه. السملات والشدادات هي بيم عاديه خالص، هتيجي في سوري ان انا رجعت تاني لنفس النقطه، بس البيم والشدادات هي ما هي الا تعتبر بيم.
يعني هو في دلوقتي مش عارف، في عندي مشكلة أنا في تقريبا في البروجرام، بس هي بتترسم كاميرا زي ما أنتم شايفين عادية جدا ما بين السيميلات وبعضها، بتيجي هنا الفاونديشن المفروض بترسمها تترسم عادي زي ما، مش عارف ايه المشكلة عندي في ترسمها زيها زي أي كاميرا، وهي تقدر تشتغل عليها جدا مفيش مشكلة خالص، بس أنا مش عارف في ايه المشكلة عندي في الفيزابيلتي بتاعت الكاميرات. بس زي ما انتم شايفين ان انا لو جيت هنا كتبت السكشن ده تاني جو تو فيو، هلاقي الايه السميل اللي عندي اترسم. لو انا عاوز اعليه مسكت السميل دي وعاوز اعليها هديها هنا الاوفست بتاعي 100 هلاقيها ايه طلعت على وش الايه العاديه بتاعتي، وتبقى ماشية مع مسلحة بالمنظر ده. تمام؟ طيب خش تاني قائمة انوتيشن، قلنا انوتيشن ديت فيها الدايمنشن بتاعتي والامر الاين. الاين ده هو الايه اللي بشتغل بيه، وببدأ اشتغل بالمنظر ده كده كده بنسميه كونتينيوس دايمنشن، وكده بسميه ايه individual دايمنشن يعني واحد واحد، وارجع اعمل امر تاني. طيب في ايه الفرق ما بينهم؟ ما بينهم ان الكونتينيوس دايمنشن، سي دلوقتي انا بعمل كونتينيوس دايمنشن ما بطلعش بره الامر، لما بخلصه واعمل كليك شمال بيظهر لي حاجه كده اسمها ايكوال ومعمول عليها غلط. لو انا دوست عليها، لو انا دوستها اللي هيقسم لي المسافه دي مسافات متساويه، وهيرجع يعمل ايه؟ بتاع ده ريسكيلنج ايه للايه؟ للمسافه، هيعمل هيعمل المسافات دي هيعملها تاني يقسم المسافات دي متساوية. لو عملت ايكوال كده هقوم مغير الاماكن بتاعت الجريد بحيث ان هو يقسمها مسافات متساوية. انا دوست دلوقتي على ايكوال قسمها لي ايه مسافات متساوية، ده ايكوال ده ده ايكوال ده ده ايكوال ده، اتقسمت هنا لمسافات متساوية. تمام؟ لينير ده ده بستخدمه لما بكون شغال هو ريفرنس ده، يعني في الغالب هكون شغاله وانا بشتغل في الاناليتيكال بلين. ده طبعا لو عندي زوايا بتاع الزوايا. النوتيشن الثاني ده لو عندي اي حاجه فيها راديال، لو عاوز ارجع الحاجات اللي انا خفيتها بدوس على النضاره دي او اللمبه دي سوري، وبعلم عليها كده وبقول له unhide element unhide category، وكل حاجه ايه ترجع تاني. خش هنا ليفل 3 وابدا اشوف الايه الحاجه بتاعتي كده الراديال. لو انا عاوز اشوف ايه الراديال بتاعي انوتيشن تاني، لو انا عاوز لو في عندي داينتر عندي ارك بقدر اقيس طول الارك بتاعي. وعندي هنا حاجه اسمها سبوت ريفيجن بحطها على الايه على البلاطه بتاعتي، ده بيديني الريفيجن بتاع الايه البلاطه بتاعتي الارتفاع بتاعها قد ايه من الزيرو. وعندي هنا حاجه اسمها شولدر، وده الخط اللي هو كان افق كده لما انا شلته عامل كده، لو نضفته هيبقى عامل كده، لو شلت الديتر بتاعي هتبقى عامله بالمنظر ده كده، وده الاليفيجن بتاعي. لو وقفت الاليفيجن ده يجي يقول لي ده الاكشوال سلاب اليفيجن، السلاب بتاعتي بتترسم ازاي؟ بتترسم في الطب بتاع الايه؟ بتترسم الطب، فاديني الايه الطب بتاعها
لو هحط البوتوم هيديني بوتوم، معنى كده ان دي 300 مللي يعني 30 سنتي. عاوز توب اند بوتوم هحط توب اند بوتوم. انا جيت هنا عند الكاميرا احط سبوت الفيجن برضو عند الكاميرا، فيحط ايه سبوت الفيجن اهوت عند الكاميرا بتاعتي ماشي. وده الاكشوال الفيجن بتاعها توب الفيجن. اللي الاكشوال الفيجن ده اللي هو الايه تكلم لما كنا بنعمل توب وسنتر وبوتوم، ده الاكشوال الفيجن بتاعها. بعد كده احط التوب الفيجن بتاعها والتوب والبوتوم بتاعها، لو انا ايه هعمل توب وبوتوم عادي. لو انا عندي سلوب هيحط لي سلوب حاجه زي كده، هيقول لي نو سلوب. لكن لو انا عندي سلوب هيحط لي ايه السلوب بتاعي. حتى الكاميرا دي ملهاش سلوب رأسي ماشي، احنا بنتكلم عن السلوب الرأسي. ديت القصه بتاعت الايه الانوتيشن اللي عندي هنا. طيب في حاجه ثانيه عندنا هنا، ان انا دلوقتي عاوز في البلاطات بتاعتي عاوز اعمل تهبيط حمام، عاوز اهشر تهبيط حمام. اهشر تهبيط حمام ازاي او اعمل القصه بتاعت تهبيط ازاي؟ زي مثلا المنطقه ديت منطقه حمام، باجي بعمل ايه؟ عشان اعمل القصه دي لازم اعمل الحته ديت الاول اوبننج، اعملها اوبننج. ممكن اخش ال دي واقوم ايه فاتح المنطقه دي كده ده دي ايه بالنسبه لي اوبننج. بعد ما عملتها اوبننج ابدا ارسم فيها بلاطه ثانيه، بلاطه مش سلاب، استراكشر فلور واديها ماينس 100 اللي هي ايه التحبيب بتاعي. اديها دقيقتين مثلا ولوكيشن. يبقى انا كده عملت ايه؟ تهبيط حمام. طيب انا عاوز اهشر التهبيط الحمام بتاعي، عاوز اهشره زي ما احنا بنعمل في الاوتوكاد. اهشره ازاي؟ قائمه انوتيشن بيبقى عندي حاجه اسمها ريجن، لو ضغطت عليها بيظهر لي قائمه رسم تاني. هختار الاريا بتاعت الحمام بتاعي واقول له هيظهر لي ده التهشير بتاعي. لو انا وقفت عليه هيقول لي ايه ده فيرتيكال، هقول له لا دايجونال اب، هيعمل لي دايجونال اب، لا دايجونال داون، دايجونال داون، هيعمل لي دايجونال داون. طب والله يا باشمهندس التهشير ده ترى الخطوط بتاعته قريبه، ممكن اعمل ايه؟ طيب هخش في الباترن هلاقي ده التهشير بتاعي. لو عملت له ايديت هلاقي هنا بيقول لي ايه السبيسنج بتاعتي 3 من، اعملها 5. اوكي 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 على هنا الايه التهشير بعيد عني. تمام كده يا شباب. طيب تعالوا ناخد بقى ايه سيكشن كده، نخلي السيكشن ده هنا كده ونشوف السيكشن ده عامل ازاي. شايفين ادي البلاطه ايه متظبطه. طب انا عاوز ادمج دي مع دي، لو وقفت على دي اي واحده فيهم اقول له جوين دي مع دي، وده خط الايه؟ الخط بتاع الفوق بتاعي. تاني كده كنترول زد، عاوز ادمج دي مع دي، يعني الاثنين اهو عاوز ادمجهم عشان تعرفوا يدمجوا ازاي. هقف على اي واحده فيهم وادوس جوين دي جوين، واضغط على واحده وبعد كده اضغط على الثانيه، الاقي الاثنين ايه؟ اتفتحوا على بعض بالمنظر ده. وده اتفتحوا بس ده خط الايه؟ الدايمنشن، خط سوري خط الجهه، فهو جاي على نفس الخط، لكن هنا باين يتهيأ الاثنين اتفتحوا على بعض. تمام كده يا شباب؟ يبقى انا كده ايه؟ عملت تهبيط للايه؟ للبلاطه بتاعتي. انا عارف النهارده حصه دسمه، بس انا مشيت معاكم واحده واحده في الريفت، بحيث ان احنا بدانا عرفنا الكونسيبت بتاع الريفت، بدانا نعرف نشتغل عليه. شديت النهارده كم كبير شويه، المره الجايه ان شاء الله هنكمل. في الغالب ان شاء الله هتبقى المحاضره الجايه يوم الثلاث برضو، يعني هتبقى يوم الثلاث. هسيبكم فرصه اكتر تطبقوا. هحاول ان شاء الله انزل لكم التوتوريال على الجروب ثانيه
بتاعت اوتو ديسك، ولو اي بي دي اف عندي، بحيث ان انتوا يساعدكم ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله يوم الثلاث الجاي. اي حد عنده سؤال اهلا بيه، ممكن يبعت لي في مسج على طول اللي هو عاوزه. السلام عليكم يا شباب.